السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة هصوركم عيد ميلاد ياسين وسمير وسيف. احنا عاملينهم 3 في 1. هو عيد ميلاد سمير عدى وسيف، والنهاردة عيد ميلاد ياسين، بس احنا جمعناهم الـ3 مع بعض وعملنا حاجة بسيطة كده. قلنا ايه يعني انا وبابا نعمل عيد ميلاد يعني ومع الاولاد وكده. بص احنا بقى الأمر، ايه بص الأمر، معلومة، نعمل حاجة صغيرة كده، مفيش غير الأولاد. انت هقول عليهم ايه؟ أولادي حبايبي اهو، تعالى يا سيف يا هبل. سمير الهبل، ياسين العبيط، سيف المتخلف. تعالى يا وقفين، يلا لهم باي باي باي، قول لهم عيد ميلاد سعيد. قول له بقى ياسين وسمير وسيف، كل سنة وانتم طيب. كل سنة وانتم انتوا طيبين، طيبين. عيد ميلاد سعيد. هاتي بقى الزيتون. هنقطع التورتة يا احمد ولا هنعمل ايه؟ طب اصبحي مبروك. اقول لكم ايه، مفيش حد يزعل والله العظيم، لان انا عامله حاجه صغيره كده ومش عازمه حد ومش قايله لحد، عشان بقول لك ياما هو انت ومحمد اخواتي. انت اول ناس هتقولي ما قلتيش ليه. انا ما عزمتش والله العظيم اي حد، وام عبد الله سلفتي برضو ما تزعليش، عشان والله العظيم احنا عاملين حاجه بسيطه كده يعني. باباهم قال انا هنزل اجيب تورتايه كده، وحماتي كانت عندي فقال خلاص هنزل اجيب تورتايه ونقعد كده وخلاص، ما مش عاملين حاجه يعني، مش حد يزعل. هتدوس ايه؟ استنى احنا بقى ايه، احط ولا ايه؟ ما فيش شمع حتى. حط الكاس، نحط سلمى في النص. يلا يا سيدي يا حب الفطار. يلا قولوا سنة حلوة يا جميل. احط التورته ولا استنى شوية؟ هنقطعها كده بقى. يا حلوة حلوة، مين اللي حلو؟ قول لك حلو. طب ما فيش شمعة؟ اقطع لكم قصة ولا اعمل ايه؟ اقطع التورته؟ طب ما فيش حد باقي زي الطيور؟ كل حد ما زي الطيور. الشمع باين، نحط في كل طبق واحدة بس ده مش مرفوض. خش بقى جنب تيتا يا حيوان، خش جنب تيتا يلا، خش يا سيف. هنقطع ام التورته دي ولا ايه؟ خدي ايدي على جنب انت يا يلا، كل سنه وانتم طيبين. تعالى قطع عقبال الف سنه. يلا نقطع التورته. تعالى بقى الصوره انا وانت يا سيد، مش انت كده؟ تعالى بقول لكم ايه، ما تجيبولي معلقه يا جدعان الحاجات دي. معلقه ليه؟ معانا هي دي بتتشال ولا بتتاكل؟ ده شكل اكلها. هاتي. لا مش هديه، خد دي بعدين نشيلها بقى. بس الورا اشمعنى هي مش حاطينها في قلبها ليه؟ انا كنت بقول لها حاجه. يوه خلعتها. خد يا ياسين. اصبر بس ما نقطع، ما انا عارفه انت يا حبيبي نقطع واديك. لا مش عارفه اقطع وانا بصور.
ياسين دالو فين الطبق بتاع ياسين؟ بتاعي؟ انت تاكل ده كله؟ انت لو اكلت ده كله هتديك 200 جنيه دلوقتي حالا. فين الشوكة؟ سيف تلحق اسال ايس كريم؟ هو ده ايس كريم؟ ده مفكره ايس كريم. بس مفكره ايس كريم. هو ده ايس كريم؟ يلا كله كله مش هنرقص كله. لا ده سلمى نعملها عيد ميلاد كبير ان شاء الله. ان شاء الله حوت من دلوقتي. هنحوت. من دلوقتي يا حلوة كده ونحاول. لا ما انت مش باية. باية؟ ما تعملوا اي هسه اي عيد ميلاد وخلاص. انتوا في ايه نايمين خلاص؟ لا ان شاء الله عقبال السنه الجايه بقى. وانا مش عايزين حد يزعل مننا يا جماعه، عشان احنا والله العظيم عاملين حاجه، جايبين حاجه يعني على قد كده عشان خاطر العيال، فمفيش حد يزعل. لو ما قلتش لحد بقى ما تزعلوش. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، عيد الميلاد الصغير دوت يعجبكم، حاجة على قد كده ومش حد يزعل زي ما قلتلكم. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.